السلام ورحمة الله على عطوفتك. عطوفة مدير عام المكتبة الوطنية الأكرم الدكتور نضال العياصرة، لك خالص الشكر والتقدير على اهتمامكم بالأدباء والكتاب وإقامة الأمسيات الأدبية والإبداعية وإشهار كتبهم. أيها الحضور الكريم، نجتمع في هذا المساء لإشهار كتاب مبدع أردني الكاتب والمستشار الاقتصادي وخبير الطاقة والمعادن والبترول الدكتور جمال وادي الرمحي في كتابه أوراق مبعثرة. أهلا وسهلا بكم جميعا. الدكتور نضال العياصرة راعي هذا الحفل والإشهار، فلتتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، اسمحوا لي بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن العاملين في ذاكرة الوطن وضمير الأمة وأم المكتبات أن أرحب بكم أجمل ترحيب في هذا الصرح الوطني الذي نعتز ونفتخر به. كيف لا ونحن في المكتبة الوطنية ذاكرة الآباء والأجداد. كما ويسرني أن أتقدم بأجمل التهاني والتبريك إلى الأخ جمال وادي الرمحي على صدور مولوده المعرفي الخامس، والذي يتناول قضايا ومواضيع متنوعة سوف نطلع عليها من خلال الأخوة المشاركين دكتور حسن البيضين والأستاذ فوز الخطوة. كما لا يسعني إلا أن أتقدم بجزيل الشكر إلى الإعلامية تغريد العجامة، آملاً من الله العلي القدير أن يكون هذا المولود المعرفي إضافة نوعية إلى المكتبة الأم المكتبة الوطنية وإلى مكتباتنا بكافة أنواعها، سواء الأكاديمية أو المدرسية أو المكتبات العامة، لأنه من خلال هذه المواليد المعرفية تزداد وتنمو مقتنيات مكتباتنا. لا أريد أن أطيل، مرة أخرى أرحب بكم أجمل ترحيب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا لعطوفة الدكتور نضال الأحمد العياصرة على هذه الكلمة. أهلا وسهلا بكم مجددا. يشارك في هذا الإشهار
أديبين لهما بصمة واضحة في مسيرة الحركة الأدبية الأردنية، الدكتور الباحث حسن مبيضين والأديب الناقد الدكتور فوزي الخطبة. الدكتور حسن مبيضين دكتور في مناهج وأساليب اللغة العربية وماجستير في الآداب والنقد وبكالوريوس في اللغة العربية من الجامعة الأردنية، عامل مدرسا لمادة اللغة العربية ومشرفا للمكتبة الثقافية في جامعة البرقاء التطبيقية، وانتسب إلى سلاح الجو الملكي وتقاعد برتبة مقدم. صدر له من المؤلفات إعلام الشعر الأردني وإبراهيم بيضين حياته وشعره بالاشتراك مع الدكتور فوزي الخطبة، صدر عام 86، وكتاب القوات المسلحة ودورها في التنمية الوطنية، وكتاب علي زيد الكيلاني حياته وشعره، وهو عضو في العديد من المنتديات، منها عضو منتدى الوسطية للفكر والثقافة، عضو رابطة الأدب الإسلامي ومشرف عام على المجلة الوسطية، عضو الهيئة الإدارية في العديد من الجمعيات الاجتماعية والتطوعية، ومدير للدراسات في المنتدى العالمي للوسطية، وشارك في العديد من النشاطات الثقافية والفكرية في الأردن. هذه سيرة مختصرة للدكتور المبيضين، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله معلم الناس الخير وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين. عطوفة راعي الحفل الدكتور نضال العياصرة الأكرم، أصحاب العطوفة والسعادة، الأخوة والأخوات، الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فهذا مساء طيب مبارك إذ نشهد فيه كما قال عطوفة الدكتور المحترم نضال العياصرة ولادة منجز معرفي يقدم قيمة مضافة في المعرفة العلمية المتخصصة ذات التأصيل الاقتصادي الذي نحن بأمس الحاجة إليه ونحن نعيش كأمة وكوطن وكأفراد حالة اقتصادية استثنائية تستلزم حقيقة بذل جميع الجهود على مستوى الأفراد والمؤسسات والدول للخروج ليس من عنق الزجاجة بل من شلمونة الحياة التي تعيشها الأمة العربية الإسلامية للأسف. هذا المساء طيب لأنه أيضا يقدم رؤية جديدة و حالة أيضا جديدة لما تقدمه ذاكرة الوطن وأم المكتبات، المكتبة الوطنية التي نعتاد في كل أسبوع تقريبا أو في كل شهر أو في كل فترة متقاربة مع ما سبق من أعمالها الإبداعية على مستوى المدير والموظفين الذين يقدمون لنا بين الحين والآخر رؤية متقدمة حول كتاب شعر، ديوان شعر أو رواية أو كتاب تاريخ أو كتاب في أي صنف من صنوف المعرفة. هذا التميز لهذه الدار الثقافية التي تحرس الذاكرة الوطنية وتعمل جهدها للعمل الجاد في لملمة الأوراق المبعثرة كما فعل الأستاذ جمال الوادي الرمحي الذي أعطى كتابه المعرفي هذا أوراق مبعثرة، هو أرادها كذلك من حيث
اهتمامها بعناوين مختلفة، عناوين اقتصادية، عناوين ربما تكون اجتماعية، ربما تكون في بعضها سياسي، ثقافي، إلى غير ذلك، العناوين مبعثرة، لكن طريقة الكتابة والتناول هي أوراق منظمة، لأنها تعتمد على الكتابة الإحصائية، وأصدق الكلام ما كان رقماً ذا تأصيل، وهذا يعني يحسب للكاتب أنه لا يقدم رأيه العلمي أو رأيه الثقافي حول هذه القضية أو تلك إلا بعد المرور على قراءة نتائج وأرقام وأبحاث ودراسات، وبالتالي يعطي للقارئ اطمئنانا مقدما ومبكرا على أن ما تقرأه هو حقيقة واقعة، هو حقيقة واقعة، وبالتالي يعني يحمينا من التعب في قضية البحث عن هذه المعرفة حول هذه المعلومة أو تلك التي تناولها من خلال الفترات الزمنية التي اشتملت عليها كتابته في هذه المقالات ذات الاهتمام البالغ. حقيقة يسجل له بمداد الشكر والعرفان أن تناول موضوعات اقتصادية كما قلت، ذلك أن الهم العام الذي نعيشه نحن كأفراد وأسر ومجتمعات وكدول هو الهم الاقتصادي، ولا يمكن عزل الاقتصادي عن الاجتماع وعن السياسة وعن الثقافة، فهو المحرك الأول لطريقة صنع القرارات حتى على مستوى الأسرة ومستوى الأفراد. فنحن نقول أن المال هو عصب الحياة والاقتصاد عصب الحياة، وبالتالي كل الدول تكون مشهورة تماماً إذا أهملت برامجها الاقتصادية ولم تقدم رؤية اقتصادية، وكل الدول نشيطة وفاعلة إذا أدركت أن الاقتصاد الوطني هو مصلحة وبالتالي نتيجة وعمل ولا بد من إنجازه وفق أعلى المستويات بحيث يقدم هذا الاقتصاد الدعم الكافي لصانع القرار الوطني. نحن حقيقة عندما نقرأ في مقالات الأستاذ جمال الواد الرمحي، نقرأ عن تجديد استهلاك الطاقة، نقرأ عن صناعة الكبريت، نقرأ عن الفوسفات، نقرأ عن البوتاس، نقرأ عن صناعة الألمنيوم، نقرأ عن المقالات التي يعني تناولها كثيرا في هذا الباب، نقرأ عن البترول، نقرأ عن التعاون الاقتصادي بين دول الخليج، دول جامعة الدول العربية بشكل عام، نقرأ ملحوظات علمية كيف يكون التعامل الاقتصادي مع هذه الوحدات الاقتصادية عند كل مادة على حدة. إذا كان الحديث عن البوتاس فإن هذا البوتاس لو أتيح له أن يكون مادة اقتصادية بالدرجة الأولى وهو كذلك لكان ذا أثر كبير في صناعة المعادن على المستوى الوطني الأردني إذا ما أحسن استخراجه وأحسنت الاستخراجات الصناعات الفرعية عن هذه المادة. بمعنى هو مادة تباع للأسف أحياناً بشكلها الخام ثم تصدر بالأكناد ويكون سعر الطن مثلاً 200 دينار أو 300 دينار، ثم يأتينا هذا الطن الواحد منه معلق بعلب صغيرة جداً، العلبة الصغيرة بهذا الحجم يكون ثمنها أكثر من ثمن الطن الواحد. إذا نحن بحاجة إلى صناعات تكميلية للصناعات الاستخراجية تقوم على ما يسمى بالتكامل الاقتصادي بين الصناعات التي توجد في بلدنا، كأن نقول لابد من صناعات تكميلية أو تكامل صناعي بين الفوسفات والبوتاس لنأخذ ما يسمى صناعة أسمدة مشتركة. إذا هذا التقديم بهذا الشكل هو يقدم نصيحة لأصحاب القرار في وزارة الصناعة والتجارة، في الجمعية العلمية الملكية، في وزارة التخطيط، في وزارة المالية،
في الوزارات المعنية بالتصنيع، بالبحث العلمي، بالتطوير، بالتخطيط، بالتكامل الاقتصادي، حتى ينتبهوا إلى حجم الكنوز التي يعيشون فوقها. هذه القراءة المتأنية للمقالات التي تفضل بكتابتها والإشارات الكريمة التي بذلها في بحثه وفي كتاباته تعطي كما قلت لصاحب القرار النصيحة والتوجيه والإرشاد والالتفاتة المباشرة إلى الذهب الذي نلعب به بأيدينا دون إحساس بالمسؤولية الوطنية، بطريقة الاستخراج، بطريقة التصنيع، بطريقة البيع، بطريقة استثمار الأموال العائدة من هذه الصناعة. لو اعتمد الأردن على سبيل المثال على 10 شركات وطنية مثلا، الفوسفات، البوتاس، المنغنيزيوم، النحاس، الذهب، البترول وإلى غير ذلك، لاستطاعت شركة بوحدها أن تنعش الاقتصاد الوطني الأردني وتجعل منه اقتصادا مكتفيا اكتفاء ذاتيا، إذا أحسنت إدارتها، إذا أحسن التعامل مع المردود المالي، إذا أحسن الاستثمار في قضية المواد الخام التي تقدمها هذه المادة أو الصناعة الاستخراجية أو تلك. أجاد صنعا الأستاذ جمال الوادي الرمحي عندما جمع المبعثر من شتات أوراقنا الاقتصادية وقدمها على طبق من ذهب لصانع القرار كما قلت، عندما كان يقترب أكثر وأكثر من الهم الاقتصادي ويعاين بعينه البصيرة الواقع الذي نعيش من حيث المردود المالي للشركات الاقتصادية أو لطريقة التعامل مع هذه الثروات وكيف يذهب مردودها أحياناً هدراً في غير موضعه وفي غير سبيله وفي غير طريقته الحقيقية في عملية الاهتمام الاقتصادي الوطني الذي يمكن أن يحقق كما نسميه رأياً اقتصادياً أو قوة اقتصادية. حقيقة كما قالت الأخت الكريمة عند تقديمها لمحدثكم أنني تشرفت بإعداد كتاب حول القوات المسلحة ودورها في التنمية الوطنية، وكان وهذا شيء يشرف أنه أول كتاب يتناول هذا الدور. وحقيقة قراءتي للتنمية، إذا قالوا بأن الإنسان هو محور التنمية وهو هدفها، أيضا كان الإنسان هو محور الكلمات والأوراق المبعثرة كما أرادها كاتبها وهو هدفها، بمعنى ولا يبعثر هذه الجهود حتى تذهب هباء، لأن بعثر الشيء أي إيش نكره وطار، وبالتالي أصبح كوزن الريشة فطارت الريشة ولم نشعر بطيرانها وضياعها، لكنه هو يريد أن هذه الأوراق التي تظنون أنها مبعثرة هي التي تستحق الجمع والوقوف عندها، هي التي تستحق أن نجمعها لأنها أوراق ثمينة، ورقة البوتاس، ورقة الكبريت، ورقة الألمنيوم، ورقة البترول، ورقة الطاقة وتجديد الطاقة، هذه رسائل كان يتمنى الكاتب أن تصل إلى الآذان الصاغية صاحبة القرار حتى يستطيع أن يفعلها في حركته اليومية وينتج منها معرفة اقتصادية وينتج من خلالها قرارا اقتصاديا وينتج من خلال القرار الاقتصادي واقع اقتصادي سليم 100%، ويعتمد على هذا الواقع الاقتصادي أيضا قرار سياسي يمنعه من استجداء الآخرين أو تقديم تنازلات سياسية في هذا الميدان أو ذاك بحجة الوضع الاقتصادي السيء. الأوراق المبعثرة هي أرادت أن تجمع جهودنا الوطنية في ميدان واحد، وعندما أقول أنا أن القوات المسلحة لها دور بالتنمية في كتابي
وتعدد هذا الدور في جانب زراعي وجانب صناعي وجانب إنشائي وجانب تربية وتعليم وتثقيف وغير ذلك. إذا تستطيع هذه القراءة الجادة للأوراق المبعثرة في ميادين مختلفة أن تقدم حقيقة رؤية اقتصادية يمكن أن نقرأها في واقعنا الاقتصادي كما ذكر. أنا لا أحب أن أقيل، استمتعت في قراءة مقالات كثيرة جدا في هذا الكتاب واطلعت على كل عناوينه، لكن ما يستحق التذكير به أن هذا الكتاب يستحق أن يكون لدى كل مؤسسة تعنى بالهم الاقتصادي من حيث وزارات ودوائر التخطيط، المختبرات العلمية، مراكز الدراسات والبحث العلمي، الشركات العاملة في مجال التعدين على وجه الخصوص، لأن كل مؤسسة أو دائرة أو وزارة ستجد ضالتها في هذا الكتاب عند قراءة الأرقام المأخوذة بأسلوب علمي والمقدمة بأسلوب علمي وإحصائي. وكما قلت إن أصدق الحديث بعد كلام الله سبحانه وتعالى وحديث نبيه ما كان مختصرا على عبارة 1+1=2، وقد مرت هذه المعادلة الرياضية بالتجربة والبرهان. حقيقة نحن مدينون لك بالشكر والتقدير على ما قدمت للمكتبة العربية والمكتبة الأردنية والمكتبة العالمية، لأن هذه المقالات التي تتناول معادن وغيرها هي ملك للإنسانية جميعا أينما كان هذا المعدن. ويكفينا فقط أن المعدن الثمين هو الإنسان الذي قيل عن ذات يوم الإنسان أغلى ما نملك، وأنت في هذا المساء من أغلى ما نملك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مجددا، وشكرا للدكتور المقدم على هذه الكلمة. أما الدكتور فوزي الخطبة فهو أديب وناقد ومؤرخ، صدر له أكثر من 43 كتابا في مختلف حقول الثقافة والفكر والتاريخ والسير والإعلام والتحقيق. هو رئيس 3 هيئات دولية، رئيس مجلس أمناء السفراء في العالم، رئيس قمة اتحاد الشباب العالمي، مدير عام مؤسسة عكا الثقافية الدولية، وعضو منظمة العفو الدولية ورابطة الكتاب الأردنيين، وعضو اتحاد كتاب آسيا وأفريقيا واتحاد كتاب أمريكا اللاتينية، ومدير تنفيذي لاتحاد الأدباء الدوليين في أمريكا، وأمين سر ملتقى سماء الثقافة للفنون، وتنقل بين وزارات الثقافة والتربية والعمل رئيسا قسم ومديرا ومستشارا، شارك في مؤتمرات عربية ودولية ومحلية. هذه سيرة مختصرة للدكتور الخطبة، فليتفضل مشكورا. التغريد على التقديم طلبت مني السيرة التأكيد، وأنا يعني تنعت يعني ما بدي تقديم فوز الخطوة، لكن بصفة يبدو أنها رجعت إلى النت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. عطوفة الدكتور نضال العياصرة مدير عام المكتبة الوطنية الصرح العلمي ذاكرة الوطن، نعتز في هذه الأيام المباركة الجميلة أن تكون معنا ونكون معك في إشارة كتاب إلى خبير الاقتصاد وخبير الطاقة والمعادن الأستاذ جمال الرمحي. أيها الأعزاء، أيها الأعزاء، طبتم وطاب المساء بكم. الأستاذ جمال الرمحي صاحب قدرات ومواهب وخبرات في مجالات اقتصادية، طاقة، معادن، سياحة، نقل، وهو رسام وواحد من المؤسسين ندوة النحت والرسم الأردني فرع قدس 1962.
وهو خطاط يجيد الخط العربي وهو فنان في تصميم الشعارات، ومنها تصميم شعار إمارة أبو ظبي وشركة البترول أنادول، كما أنه إداري لامع في الشركات التي استلمها، كان مديرا أو مستشارا. وهو أيضا دار عدة شركات، مجموعة شركات منها عملاقة في الإمارات كمجموعة ابن جبر ومجموعة علي وأولاده، وقد ضاعف حسب ما ذكر العديد من الخبراء في الاقتصاد مداخلهم عندما استلم الأستاذ جمال إدارة هذه الشركات. كما أنه كتب مئات المقالات حول الاقتصاد في عدة مجلات ونشرات متخصصة، مثل مجلة البترول والصناعة في أبوظبي، والتي كان يكتب مقالاً شهرياً كل شهر لمدة أكثر من 30 عاماً على ما أعتقد، وجريدة الدستور التي كان يكتب فيها مقالاً أسبوعياً يتناول الأوضاع الاقتصادية في الأردن خاصة والعالم العربي، ومجلة القافلة التابعة لشركة أرامكو، ومجلة التعدين العربي التي كان يكتب مقالاً شهرياً حول المعادن. وهذه المجلة قبل الأخيرة لما كانت تنشر، يعني كنا نتابع مقالات من خلال ينشر فيها العديد من المدباء والكتاب والشعراء في صفحات ثقافية، وكان رمحي يمثل الإمارات في نواحي اقتصادية في الأوبك والأروك، الأوبك والأوابك، وهي الطاقة العالمية ومنظمة إحصاء دولي في لاهاي. نعم، ودخل اسمه في كتاب من هو؟ من هو في كتاب المشاهير العالم العربي، له الأثر الكبير جدا في البصمة الاقتصادية في مشاهير العالم، وصدر هذا الكتاب أكثر من طبعة في طبعات متعددة، ثلاث طبعات على سنوات متعددة. نعم، وله عدة دراسات في مجالات الاقتصاد، حيث له العديد من الدراسات لحساب شركة إيمو للبترول الإيطالية عن أربع دول، هي الأردن وعمان واليمن الجنوبي واليمن الشمالي. هذا قبل الوحدة ولا بعد الوحدة أستاذ جمال؟ لا، قبل الوحدة. نعم، تناول التطور الاقتصادي ما بعد الحرب العالمية وحتى عام 1984، وله أيضا كتاب، أنا أتمنى هذا الكتاب يرى سريعا، ويكتب عن سيرته الذاتية، أو يكتب عن مذكرات ابن المختار أو الأنماط كذلك، لأنه عندما أتحدث عن الأدباء والكتاب والأعلام، ويعرف أستاذ رضال مشهورا وجمع كل الوثائق والمذكرات في هذه المكتبة إلى أدباء والكتاب وشعراء من الأردن، نجد عندما نتحدث عنهم نجد صعوبة، نحن بحاجة إلى هذه المذكرات حتى وهي يعني مهما كان قيمتها، وهو كان رجل الذي استلم في الغرب اول ما يترحى عن العمل الرسمي يكتب مذكراته، ونتمنى ان نحتفي بها قريبا. اما هذا الكتاب كما تحدث عنه صديقي وزميل الدراسه وفي التخصص وفريق ايضا التاريخ الاستاذ دكتور حسن الميدين، وقدموا معالي الاستاذ ثابت الطاهر وزير الطاقه الاردن الاسبق، يقع في كتاب في 233 صفحه من القطع المتوسط، يحمل على اكثر من 50 مقاله تتمحور في مجالات الاقتصاديه والمعادن والبترول والطاقه والتصنيع والسياحه، مع ايجاد حدود، مع ايجاد الحلول مدعومه بالاحصائيات، وهذه الاحصائيات مهمه جدا عندما يكتب، وخاصه عندما يكتب كخبير بحجم الاستاذ جمال عن ذلك، هي عندما تقادم الزمن تكون هذه الاحصائيات لها اهميه كبيره جدا للدارسين والباحثين في المستقبل. وبحكم عمله في الطاقه والمعادن، تناول الكاتب مقالات عن اهميه المعادن في الوطن العربي، اضافه للطاقه، وتناول تجاره المعادن كالكبريت والبوتاس والفوسفات والنقل لها. ويبدو هذا الكتاب كمان يعني عندما اقف عند عتبات النص عندما اتحدث واقف عند هذا العنوان، انه جعلني اني اقرا في هذه المعادن، يعني انا اديب وكاتب وناقد مدرس، ليس الرغبه لي في لهم الطاقه ولا المعادن ولا القضايا الاستراتيجيه، لكن لما قرات هذه المقاله مجتمعه حفزني ان ارجع الى اقرا في المواضيع التي كتب فيها حتى اعرف كيف ذلك. وايضا وقف متأثر عند تعليم الوطن العربي
وطرح حلول لتطبيق الدراسه لخلق شباب منتج في نهضه الوطن، ان ننقل التعليم من التبني الى التفكير. ومن جديد ذكر هذه المقالات لها كان لها صدى الى العديد من المسؤولين في الاردن والامارات. يعني كتب مقالي استجابت لها وزاره الداخليه الاردنيه، خاصه ما يتعلق بفرض رسوم على خادمات المنازل، بعد من مقالي خادمه من خادمه الى من جامايكا، جامايكا يعني ذلك. واستجابت يعني وزاره الداخليه لهذا الاقتراح من ذلك. والبتراء، نعم، وفي البتراء ايضا استجابت ذلك، واستجابت وزاره السياحه لمنع دخول المركبات داخل السيق في البتراء بعد رساله مفتوحه الى وزاره السياحه 1985 ذلك. هذا الكتاب يحمل مضامين وفكر ورؤية ممتدة. جاءت هذه المقالة من خبرات الكاتب التي في الحياة وفي العمل تجاوزت على أكثر من 40 سنة. ما بكبرك أستاذ جمال، يعني ما شاء الله يعني، وأنت ناوي على زواج يعني إن شاء الله 45 سنة. ومن سمات هذا الكاتب هذه العناوين المتعددة في الجرأة والطرح وتناول الأشياء بمسمياتها الحقيقية، وخاصة الحديث عن التطور الاقتصادي كما جاء في مقال فساد الإدارة في الأردن الذي أضاع مشروعين كبيرين عملاقين. كان يشمل هذا المشروع ولو أحسن العديد من المسؤولين أنه لشغل أكثر من 18,000 عامل وفني أردني، ولكن ماذا نقول إلى كسر الجدار للأسف. جاء هذا الكتاب القيم في عرضه، في أسلوبه، في طرحه، جريء من خلال خبرات الكاتب الكبيرة في العمل الإداري المالي الاقتصادي، والذي شمل على 5 قارات، وهو كان يزور العديد من القارات بحكم كان يمثل الإمارات العربية. وقضية أنا نسيت أذكرها لأن ذكرتها، أنه عندما تأسس تلفزيون أبو ظبي الأستاذ جمال كان ماهرا في التصوير، اعتمد التلفزيون أبو ظبي الذي أسسه الأردني الفلسطيني معروف عمر الخطيب، كان يعتمد كثيرا على الصور التي ذلك. ومن المفارقات أنه احتجوا العديد من المصورين في تلفزيون أبو ظبي، قالوا كيف أنت تقبل الأستاذ جمال وهو ليس موظفا وترفض صورنا؟ قال له كل ما تأتوا به هذه الصور سيئة، لكن أستاذ جمال في صور فيها جمال وفيها روعة وفيها سحر وفيها ذلك. هذه من مواهب أستاذ جمال ذلك. نعم، لازم الرمحي كان مرجعا لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في الإمارات. ومن أبرز هذا الكتاب دقة المعلومات والشفافية، كما يضم العديد كما قلت من الأرقام والإحصائيات لا تتوفر في العديد من الكتب والمراجع الأخرى، وتكشف عن حس الوطني القومي عند الكاتب. أنا وعدت السابق النظام أختصر آخر جملتين. كما أن الكتاب من أوائل المطالبين بتخصيص وزارة مستقلة لرعاية شؤون المغتربين، وهذا ورد في الكتاب، وربطهم بالوطن وتشجيعهم إلى إقامة المشاريع الصناعية التي تعود بالنفع على الوطن وعلى الأمة وخلق وظائف جديدة لحل مشكلة البطالة والفقر. والذي يقف عن موضوع الكتاب، يعني كان الكاتب حقيقة الحس القومي وكتابته مزجها بصدق الانتماء إلى شواطئ هذه الأمة الخالدة من المحيط الهادي إلى الخليج الهادئ. نعم، ولا سيما إنه ابن عادية كريمة معروفة انتمائها إلى هذا الوطن بصدقها وانتمائها، ومعروف كرمهم آل الرمحي وآل الوادي، فنحن سعداء يكون معنا يشاركونا في هذا الاحتفال، وهو آثر أن يكون في المكتب الوطني، وإن شاء الله التوقيت الثاني يكون في ديوان آل الوادي وآل الرمحي. طبتم وطاب المساء بكم، والسلام عليكم ورحمة الله. مجدداً أهلاً وسهلاً بكم جميعاً. شكراً جزيلاً للدكتور الخطبة على هذه الكلمة،
وهنا أتقدم بشكر خاص للمكتبة الوطنية ولمديرها العام الدكتور نضال أحمد العياصرة ولكافة كوادرنا على هذه الاستضافة. والآن كلمة دار النشر دار أمواج يلقيها عن الدار الأستاذ علاء الرمحي عن الأستاذ عبد الكريم إسماعيل. مزبوط؟ فلتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. عطوفة كبيرة على المكتبة الوطنية الدكتور نضال العياصرة على الحضور الكرام. يطيب لي أن أكون بينكم اليوم بهذا الصرح العظيم، الصرح الداعم للكتاب والأدباء الأردنيين بما أنه بدور ممتاز في إثراء الثقافة والمعرفة في شتى المجالات. وهذا الكتاب بتأليف الأستاذ جمال باجر الرمحي يعد كتابا فريدا من نوعه في المكتبة العربية، حيث يضم مقالات نشرت في نهايات الثمانينات وأوائل التسعينات، تتناول مواضيع اقتصادية متفرقة، كثير منها يلائم الوضع الحالي في الأردن وبعض الدول العربية. وقد عمل الكاتب على إضافة عليكم لبعض المواضيع عما استجدت خلال العقود الثلاث الماضية. وحيث أن المواضيع اقتصادية تتناول المعادن والطاقة والتصنيع، فإنها تصل أن تكون مرجع لما كان الوضع عليه فيما مضى ولمراسة للتخطيط المقبل. وفي حديثي عن الشأن الاقتصادي تناول المواضيع المهمة، فقد ركز على ضرورة الاهتمام بالصناعة واقترح إقامة الكثير من الصناعات لإنتاج المواد الأساسية التي تدخل في صناعة العديد من المنتجات، واقترح منع استيراد العديد من السلع التي يمكن اتجاه إنتاجها محليا، مع تأكيده على ضرورة دعم الاستيراد زيادة القدرة التنافسية. ولم يكمل الكاتب الموضوع التعريف، فأشار إلى تخلف التعريف في الوطن العربي، لأنه لا يزال يعتمد على الحفظ والبصر دون الاهتمام بالتفكير والتحليل. وأشار إلى ضرورة إعادة النظر في مناهج التعليم لتنجسم مع الوضع العالمي ومتطلباته إلى القوى البشرية محليا وعربيا ودوليا. ختاما، كل الشكر للأخ جمال الرمحي على نبذ أوراق مبعثرة وجمعها في هذا الكتاب الذي تضمن معلومات واقتراحات جديرة بالدراسة والاهتمام. لم لم عن شكرا جزيلا للأستاذ علاء الرمحي على هذه الكلمة. والآن مع المبدع الأردني الكاتب والمستشار الاقتصادي خبير الطاقة والمعادن والبترول الدكتور جمال وادي الرمحي صاحب الكتاب والإشهار، فلتتفضل مشكورا. شكرا. أول شيء بدي أوجه شكري للدكتور نضال لاهتمامه بحضور هذه الندوة، علما أول ما شفته تعرفت عليه قلت له بدك تيجي، فأجل فعلا بارك الله فيكم. وكان في معالي الوزير ثابت الطاهر بده يجي، لكن اتصل فيه الصبح قلت لي ظهري في ألم في ظهري، رجل كبير من الله. على كل بعد الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم عليكم. بالنسبة للمقالات اللي كنت أكتبها كانت من واقع خبرات وواقع فعلي أنا عشته، سواء بالإمارات أو بالمغرب أو بالأردن. يعني ما أخذت مثلاً شغلات هايبوثيتيكال وأكتب، لا، واقع شيء. يعني لما تكلمت أنا بالبتراء مثلاً على سبيل المثال، أنا كنت في رحلة من ماتسوياما أنا وزوجتي من ماتسوياما لطوكيو، وكان فري سيتس. جيت بين الثانية يابانية له وقول لي أنت أجنبي منين؟ قلت له من الأردن. أنا ما كنت أفهم، ما كنت في مهمة رسمية، ما كنت أقول من الإمارات، قال له أنا أردن. أقول له عندكم أنتم شغلة فظيعة جدا، شو قالوا مثل إيش؟ أنا عرفت قال لي البتراء، هذه أحد الأعاجيب قبل ما تصير من العجوبات. فرحتها
قلت له والله ما رح، قال لي انت يو ار كريزي يو كام تو سي يو كام تو سي ماتسوياما ماتسوياما اه وبترجع على البطل بلدك احنا بنحلم وي دريم تو فيزيت. فقال لي العباره فيها، قال لي وي دريم تو فيزيت ذا 3 بي بي اس بي اس. قلت له شو ال 3 بي اس؟ قال لي بترا بالميرا بيراميدز. نفس الشيء مثلا خادم اللي ذكرها الدكتور خطبه، خادم من جامايكا مره في التلفزيون الاردني كان جميع مقابلات مع نسوان موجودات في حديقه، فقال لي قلت له عندك خادم؟ قلت له اه منين؟ قال من جامايكا. اشمعنى من جامايكا؟ قلت له لانه ما حدش يجيب من جامايكا، انا بكون فريد لانه تذكرتك في ذاك الوقت 450 دينار. فأنا جنيت يعني قلت حسبت جبت الأرقام من الداخلية قديش في عدد الخادمات قديش قديش بدفع قديش أضف لها، حطيت أنا حلول يعني مش بس إنه تدفع رسوم، المفروض برضو ما تسافر إلا على الملكية الخادمة يعني لازم أدعمها المنطقة، بس ما عملوش عنده رسوم اللي هي بتهم جيبته. مرة من المقال مثلا رفقا بالعتيبة كان هو وزير البترول معنا العتيبة، أنا كنت مدير دائرة عنده، فهو الرجل لا يملك أي أثر في أي إمارة ثانية، يعني أنا كنت أجيب الإحصائيات إمارة دبي وما يقدرش أجيبها رسميا ما يعطيه، أنا كان صديق مدير الإحصاء في شركة نفط دبي إنجليزي أخذها منه واحد ما يقول لي منين جبتها؟ قلت له انا من البلاد. فنفس الشيء بالفوسفات والبوتاس كله من واقع تجارب يعني وخطة انا يعني فيها مثل ما في في الكتاب. فانا الحمد لله يعني الهدف الاول اخدم البلد اللي انا فيه. فانا كنت بالامارات خدمتهم الحمد لله بكل اخلاص وتفاني واكلوا علي حقوقي. وبعدين في الأردن جيت الشركة العربية للتعليم 5 سنين، فبرضو اشتغلت مع زملاء مع الأستاذ توفيق في الشركة العربية للتعليم، فبرضو كنت أكتب المقالات لها علاقة بالاقتصاد الأردني بشكل عام، وأكتب بالمجلة القافلة من أغراضه، وأكثر من مقال في الشركة العربية للتعليم. فأنا مقالاتي واقع شيء ملموس وحط، يعني مرة مثلا أول مرة جيت كان كنت بالأرثوذكسية وجدت السيارات، يعني هذا الكلام يسمى متى بال 85، عملت مقال أنا ليش ما أعمل أتفق مع شركة يابانية أو أوروبية تنتج سيارات صغيرة وأنت السيارة داخل البلد منها بتطلع داون ستريم اندستري الوت اوف البزنس، واحد بس بصنع المصابيح كواكب والى اخره. بس المشكله محدش بيطلع في البلد، ليش؟ الحق المسؤولين. انتوا كنتوا مسؤولين في ذلك. لا احنا الشركه العربيه للتعليم. اوكي. جواب ذكي ذكي سيادة. طبعا انا بدي برضه اشكر الدكتور المايدين، اشكر الدكتور خطاب تغريب. انا الكتاب الثاني مش المختار، حيكون الكتاب الثاني اللي بيطلع ان شاء الله within 6 months اللي هو عن البوتاسيوم برضه كامل. فانا جاهز لاي اسئله عشان نطول عليك. تغريد خلينا نمثل هذه المداخلات خلي تعالوا بدنا نجاوب في سنجبه فقط 3 مداخلات لضيق الوقت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مبارك دكتور استاذ جمال. عفوا انا مش دكتور. والله ما شاء الله عليك. لا لا مش دكتور. سيره حافله الانجازات والابداع. طيب ماجستير انا عندي بس جورج واشنطن. يعني شرح في هذه الاشياء الجميله العلميه اللي احنا بصراحه عودنا دكتور نضال
الاداره انه نيجي او نحضر من اجل الشعر والادب، وهذا شيء جميل طبعا، ولكن اليوم هاي شغله نوعيه طبقه جديده والاتصال، لانه كما تفضل الدكتور حسن انه عصب الحياه المال والاتصال، وهذا الشيء اللي احنا بنحكي فيه الان. احنا بلدنا والله الحمد لله فيها كل الخير، فيها كل شيء، يعني احنا بنسمع وبنعرف انه كل الدول اللي حوالينا فيها ثروات طبيعيه، واحنا بنقول لا شك في عندنا، والصحف اعلنت قبل 30 40 سنه انه عندنا بترول، والاستاذ جمال اكيد انه راح يعرف انه احنا عندنا شغلات مهمه، ولازم انه احنا او يجب او ينبغي مثلا انه هاي الامور تكون بيد المسؤولين انهم يوظفوا طاقتهم حتى يخلوا البلد يعني وضع اقتصادي طبيعي، لان الوضع الاقتصادي حاليا احنا مش طبيعي، يعني بننزل بنهار، طبعا انتم اعلم انتم اهل البلد تمام وعارفين شو بصير. انه انا سؤالي للاخوه والدكتور، يعني احنا عندنا الفوسفات، وهاي الفوسفات كانت الحكومه قبل بدو متخصصت، والبوتاس ايضا واشياء كثيره تخصصت، لما تخصصت يعني صارت تنتج اكثر بالملايين بل بالمليارات، وسهم الفوسفات كان ب 2.5 بعرف، واليوم تقريبا 37 والبوتاس ايضا. طيب احنا كشعب يعني مواطنين ما بنعرف ما بنستفيد، احنا ما بنستفيد من الثروات هاي، وما بنستفيد، احنا دائما حطوا لنا سقف معين ما نطلع عنه، يعني ما لنا فقير وين اللي نوش. وصلت السؤال. طبعا والاسئله صريحه محرجه. انا برجو انه يكون موضوعنا في الكتاب. ايوه انا بقول انه احنا ليش احنا بهالجمع هاي ما نعرف انه احنا بحاجه انه ينظروا لنا انه في عندنا طاقات في البلد. استاذ علي تدعي في هاي الحاله السياسي او صعب في الاخوان بالضبط. صحيح نعم. طيب انا انتم اكيد الرساله وصلت انه احنا بحاجه انه نعترف بوطننا حقيقه ان شاء الله، مش انه مش حكي. شكرا للاستاذ القيسي على هذه المداخله. في مداخله؟ تفضل استاذ. لا هو لازم لا يطلع بهذا خارج القرار مره. انا ليش ولا اقول لك كتاب؟ اخواني احنا جايين نناقش كتاب. صحيح. نحن نناقش كتاب، حتى الاشهار كتاب وليس مناقشه. والا بعدين الشكر على هذا الكتاب الطيب، ادعو الى قراءته. فقد فهو اضافه نوعيه الى المكتبه العربيه. ما سمعناه خير كثير الحقيقه من المحاضرين الكرام. أثار انتباهي قول الدكتور حسن، المال عصب الحياة، الاقتصاد القوي هو عنوان المجلس، المال وسيلة للانتفاع وليس مقصود لذاته من أجل الانتفاع بالمنافع، من أجل تأمين الحاجات، لذلك الملكية الفردية يجوز للإنسان أن يمتلك لكن دون الإضرار بالآخرين. المال له وظيفة اجتماعية من أجل الخير الصالح العام، لذلك الغش ممنوع، لأنه يعمل اضطراب في الحياة التجارية، يحمل الثقة بين المتعاملين، التدليس، كتمان العين، هذا يؤدي إلى امتصاص دماء الفقراء، التدليس، الاحتكار، يؤدي إلى المغالاة في السعر. لماذا منعت هذه الامور؟ قال اجل دفع الانسان الى العمل والانتاج وترك الكسل. مره اخرى شكرا على هذا الكتاب القيم وبارك الله. شكرا لك على المداخله. ايوه مداخله واحده فقط. نعم لا شكل شكل شكرا للمحاضرين، شكرا للمكتبة الوطنية. يعني حقيقة
أرى أن هذا الكتاب عبارة عن درر نفيسة وجواهر قيمة وإضافة نوعية إلى المكتبة الاقتصادية العربية. جميل. ملاحظتي إذا سمحت يعني أستاذ جمال، أنه في عام 2014 جاء إلى لندن 4 شركات ومن ضمنهم شركة الأسلونية من أجل استخراج النفط من الصافي الزيت. لقد أثبتت الدراسات أن برميل النفط يكلف من الصرف الزيتي 50 دولار، والآن نشتريه ب$110. معدل النمو في الأردن في السنوات الخمس الماضية كان 2 أو تحت 2. في نهاية الربع الأول قبل يومين أعلنت دائرة الإحصاءات العامة أن معدل النمو الحمد لله 2.5%. حقيقة من خلال مطالعتي لبعض الصفحات رأيت أن بعض الشركات مثل البوتاش والفوسفات أخذت بتوصيات الأستاذ جمال وطبقتها في الأعوام الثلاث الماضية، وأدى هذا إلى إضافة نوعية، أي ارتفع معدل النمو إلى فوق 2. طبعا الفوسفات تعرف العام ربحت 400 مليون، مؤهل بعد سنتين تربح 1,000,000,000 دولار الإنتاج ما شاء الله كله مباع بين الهند وأمريكا. طيب بديش أطيل، شكرا للأستاذ جمال، شكرا للجميع. ممكن سؤالي عفوا سؤالي الصخر الزيتي يعني بدأ العمل به ثم توقف؟ كنت أجاوبك عليه. لماذا المشروع متوقف؟ كنت أجاوبك. لا ما خليني أجاوب الدكتور. طبعا شكرا. طيب ممكن بجاوبك عليه. بس شكرا على المداخلة، والآن الدكتورة سناء ومن ثم الدكتور. السلام عليكم، تحياتي لكم جميعا، شكرا للمكتبة الوطنية الممثلة لمدينتها، شكرا للأستاذ جمال هذه الرمحية. وأنا أكون أعرف عن نفسي بأنني بنت خاله الأستاذ جمال سناء فاضل الرمحي. سررت بأنني بدأت بتدقيق كتابي أم المختار، الذي لم يكن الكتاب التالي منشور بل الذي بعد التالي، وهو كتاب يحمل أشياء جميلة جدا وإنسانية عن ذكرياته. أستاذ جمال عرف بأنه ليس دكتورا، ولكنه ما شاء الله ولا قوة إلا بالله يحمل 3 أوسمة على صدره، وهي من أبنائه الدكتورة شدى حفظها الله، معها دكتوراه في الفيزياء النووية ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، ودربت الكثير من طلاب الجامعة الأردنية عندما كان يدرسون دكتوراه في الفيزياء، وهي تشتغل في مركز الأمل للسرطان، وابنه شادي فهو أبو شادي ماجستير في الأنظمة يشتغل في جامعة أوهايو. أيضاً ابنه أحمد ماجستير في الشبكات وهو مدير مشروع كبير أيضاً. بقي أن أقول إن عمتي رحمها الله والدة السيد جمال كانت أمية لا تقرأ، ومع ذلك هي من أسرار نجاحي، كانت تأتي لزيارتنا من عمان إلى الزقاق، أنا أفرح بها كثيراً، وهي التي دلتني على شيء كان غريباً بالنسبة لي، وهو فكرة التحضير للدروس لثاني يوم. هذا كان في نهاية 60ليات القرن الماضي أو بداية 70ليات، وكانت فكرة مدهشة، وهي من أسرار نجاحي ونجاح الكثير من أبناء العائلة. أيضاً الأستاذ جمال له مغامرات وقصص كثيرة جميلة لطيفة سنقرأها في كتابه المختار، حيث كان يتشاقى كما يتشاقى أبناء تلك الفترة، وكان يحب البوضة كثيراً وأوقعته في مشاكل كثيرة وهو صغير، حيث أنه عندما باع 3 لوحات ربحت المرحلة الإعدادية وقبض 45 ديناراً مرة واحدة. أول شيء فعله أنه دعا شلة كبيرة من أصحابه لتناول البوضة. بقي أن أقول إن هذا السيد الجميل الذي يجلس أمامنا ويمتاز بابتسامة طفولية وقلب طيب كبير، أحب امرأة واحدة في حياته وهي التي تزوجها، وهي المرحومة فائزة زوجته، حيث كانت ابنة الجيران التي عشقها وتزوجها وظل وفيا لها طوال عمره. وحييكم وأحيي ضيفنا الكريم ونجمنا الأستاذ جمال ابن عمتي الحنونة. شكرا لكم. الحمد لله يتجوز برافو يتجوز. شكرا على هذه المداخلة الجميلة والدكتورة الجميلة. أكيد مداخلة
يصير في تعادل 2-2 حتى ما يزعلوا. أنا سؤالي مختصر. أنا من هذا السؤال إن شاء الله كلام الأستاذ علينا. بس في سؤال يعني لما ورد في الكتاب عن إدارة مشروع يعني في سنة 2008 حكيت إنه في كان انفساد في الكتاب. شو الأسباب يعني إنه ضياع المشاريع؟ الأسباب طيب شكرا تفضل هنا مو بالكتاب موجودة بكل صراحة مو بالأسماء طيب لا هو موجود أسماء كويس لكن الكتاب كله معنا إيش أستاذ تفضل شكرا على المداخلة وآخر مداخلة عنا حول تفضل تمام بدك تدخل عندي سؤال بس خارج الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم اولا شكر للاستاذ الدكتور نضالي اصلي حقيقه اصل ما ينفج الصدر ان نلاقي يعني مثل هيك كتب ومثل هيك تشجيع في المكتبه الوطنيه وكانت الامور مختلفه شكر للاستاذ جمال صحيح انا بعرفه ومن من الاخوان اللي الناس اللي يعني معروفين في المجال وللاخوان جميعا حقيقه انا لن اضيف لانه لما الاقي واحد بحجم معالي الاستاذ ثابت الطاهر يقدم لهذا الكتاب وانا بعرف مين ثابت الطاهر في شغله في شومان وفي سابقا في التعليم وزير ووجوده في البلد بوضعه انا بعد اشتغلت معاه بطريقه او باخرى وكنت انا في التعليم انا خبير اقتصادي وتعليم ومالي الدكتور محمد الكافي فاشتغلت في التعليم 9 سنوات وبعرف شو اللي كان طريقه الشغل وكيف كانت تصير الامور يعني هذه شهادة كبيرة من الأستاذ طاهر في هذا الكتاب وهذا في شخص هذا رجل فشكر للجميع وإن شاء الله نتعودنا اليوم بالتوفيق شكراً 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 جزيلاً على هذه المداخلة طب الله أبو وجيه ما بدك تحكي؟ تفضل على خبير معالي لا استنى شو السلام عليكم يعطيكم العافية وأنا مشروف بوجودي في الختام يجب أن يكون الانتماء هو عنوان البناء ويجب احترام أرض الوطن التي فيها المعادن ويجب تشجيع الشباب على إخراج هذه المعادن من أرضنا الأرض الإقليمية ليصعد اقتصادنا الوطني ومع الشكر وشكرا شكرا وين نائل؟ نائل الله يسعد مساكم جميعا يسرني جدا انه اتكلم عن اخ شمال لان كنا متلازمين في الشغل بالتعبير العربي والواقع انجازات اللي عملها كثير لا يستهان فيها من اهمها كان المشروع الكبريت في العالم العربي كله كانت دراسة قيمة جدا ويعني